الأدلة على وجود الله؟ دليلك وجود رب العالمين، هابونا رب العالمين رشية. الأدلة كثيرة جدا. دليل فيرا زعفن. يمكن أن نجمل الأدلة في أدلة أربعة. أم دكارن فان دليلا كرت تخنا تشار دليلا دا. العقل. عقل. لأنه لا يمكن أن يأتي عاقل وينظر في هذا الكون البديع إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. أم قريب بشيء عقلي خوا بفكرن كي قريب هر إنسان بفكرة بقبرن أفا في داري تشقص تشتي رند تبعتك تشاهية أفا تبعتا بسبب بكس هاتي يرات المشكرني دا دمكي خالقي فيها كي هيا خالقي فيها هي. وكذلك الحس، يعني تكون في كرب وشدة ترفع يدك للسماء تجدها تنفرج، هذا دليل محسوس ملموس. يا دداجي قري حسياتها حسياتها، يعني قري تحندري خداجي رب العالمي بفيني ناس بكي، يعني هندري تذا قري دنقك ترى بيجي. نعم. والثالث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. يا سياجي فترته، هر إنسان سر فترته خطي قرني هندري دا أو دنقا هاي أكيد في جدر رب العالمي، رب العالمي هابونا ويترى. والرابع الشرع، يا تشراجي شريعته القرآن والسنة، قرآن والسنة طبي خمبري ما عليه الصلاة والسلام.